سيداتي آنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في هذا اليوم. الأجواء الكبيرة جدا، يسعدني أن أكون موجود معكم في التعليق على هذه المباراة الكبيرة المثيرة المنتظرة. أجواءها غير عادية على مستوى الحضور الجماهيري، كل شيء تقريبا رائع في هذا اليوم. السماء أيضا صافية، طقس رائع جدا. بقي على اللاعبين أن يظهروا إمكانياتهم الكبيرة في مباراة اليوم وأن يجعلونا نستمتع بكرة قدم. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. شيء جنوني وغير عادي. إذا فاتتك البداية فلا تقلق، لأن المباراة في لحظاتها الأولى. والكرة العرضية ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. لمسة بينية، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. كرة اجتازت الخط، حاولت إلى رمي التباس. دفاع كبير، يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع. الكرة ملعوبة من مسافة. الآن إمكانية المرتدة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة جميلة، فرصة للتسديد. الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. يحاول أن يلعب كرة بينية وعرضية قوية. فرصة خطيرة جدا للتسديد، ها هي التسديدة. الكرة الخطيرة، تصدي رائع جدا من الحارس. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يلعبون ركنية قصيرة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. سيطرة من الحارس على الكرة. كرة إلى الأمام. وصلنا الآن إلى منتصف المباراة. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء. روسيا عانى الأمرين في الشوط الأول، لكنه كان محظوظ، كان من الممكن أن يقبل أهداف في العديد من المرات. هل سيبقى بهذه الوضعية على أمل استمرار الحظ، أم سيتحسن في الشوط الثاني؟ يطلق صفر.
صفرته، لكن الاحتساب خطأ. قرار الحكم في وجود خطأ خارج منطقة الجزاء، الإعاقة كانت خارج المنطقة في رأي الحكم. ضربهم كواهم، أحرق مرماهم. سجل هدفا يمكن اعتباره هدف كلاسيكي. نتابع المباراة والنتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. يحاول يسدد، سقوط داخل 18. هل انها ركلة جزاء؟ روسيا ارتكب خطأ فادحا في المكان الخطأ، وبالتالي يواجه الخطر في هذه اللقطة. سيلوم نفسه كثيرا على إضاعة هذه الكرة. في ضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يمر ويلعب كرة بينية. تمريرة جميلة يرفعها داخل 18. يحتسب الحكم ركلة حرة. ركلة حرة، أعتقد أنه من الصعب التسديد مباشرة من هذه الزاوية الضيقة. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. اعتقد انها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، سامي دوف، الكرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. يلعب كرة بينية، لمسة بينية، عنده مساحة خالية على الطرف، يسيطر على الكرة. الله، كرة جميلة يستلمها اللاعب. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. سامي دوف ينطلق على الجهة اليمنى، هل ينجح المدافع؟ سمولوف لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. يبحث عن المهاجم. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. زاغويف يلعب كرة للجانب الأيمن، كرة خطيرة أمامه، مجال للتسديد. يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعب كرة بينية. زاغويف يلعبها لمنطقة الخطر، يحاول تمريرها من بين المدافعين. قد تكون هذه فرصته، هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ عدت الكرة. أداء دفاعي كبير جدا هذا اليوم. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة.
يمكن اعتبار هذا نصر للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة.